السؤال الأول حول يعني إذا كان موظف يعمل في مكاتب عمومية يعني يقدم خدمات، أحيانا لما ينتهي إنسان من معاملة مع شخص آخر يأتي الشخص الآخر يقدم له شيء معين هدية أو غير ذلك، هذا الموظف يرفض رفضا شديدا هذه الهدية. نعم. لكن الطرف الآخر يصر إصرار كبير حتى يعني يحتمها عليه يعني هذا الشيء. والشاهد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جبات الزكاة الذين أتوه. نعم. وقال لهم هل لعبوا في بيوت أمهاتهم؟ نعم. فلينظروا يعني الباقي. واضح السؤال. نعم. بالله. أما الأول فقد أجبت أنت عنه. الأصل أن الإنسان إذا كان على ثغر في وظيفة عامة فلا ينبغي له أن يقبل هدية من طرف قدمت له خدمة بموجب ما تمليه الوظيفة، لكن إذا كان العرف يقبل هذا الأمر مما هو ذائع شائع، فرق ما بين ما اعتاده الوضعاء وفرق ما بين ما هو العرف، كتكريم الجهات الحكومية وما أشبه ذلك لمن تعاون معها الذي يكون على ملأ، فهذا أقرب إلى الجواز. أما الأصل أن الإنسان يمتنع عن قبول مثل هذه الهدية التي قد تكون في الغالب غطاء للرشاوي.